فهد انت بالمرتبه الاخيره. أسوأ فيديو هذا شفته من الفيديوهات اللي شفتها، صور عم تسرد وقائع محبه. بدنا نشتغل على اكثر على حالنا، بدنا نفهم اكثر شو بدنا نوصل. استني ان انت حماسك قل لانه فيك، لو ما فيك بقول لك لانه فيك. فيديوهات فهد انا بحبها لانك بضايق فيك تسوي اشياء احلى. فهد حسسنا ان الرياضه مره سهله. خلال مشاركتي بالبرنامج قطعت علي ايام مليانه بالضغوطات والصعوبات، بس الرياضه كان لها دور كبير انه تطلع مني كل التوتر والطاقه السلبيه وساعدتني اني اوصل للمرحله الاخيره. ما حدا رح يوصل لاحلامه بسهوله، بس بالاصرار والمجهود منحقق الشيء اللي بدنا اياه من دون اي حدود.